هقول خبر سريع جدا، وهقول انا احترمت جدا بطل الخبر ده. يعني في امبارح في حريقة حصلت على مساحة 5 أفدنة قش رز في منطقة العهدة في التل الكبير في الإسماعيلية. طبعا الطبيعي، الطبيعي اللي بيحصل، حضراتكم عارفين ان احنا مش بنجامل، بس الطبيعي اللي بيحصل انه الاسعاف بتتبلغ، الدفاع المدني بيتبلغ، كل الجهات المعنيه يعني، وطبعا المحافظ بيتبلغ. الحقيقه انه المحافظ هو نزل بنفسه، ما عادش في المكتب وما عادش يعمل فولو اب من المكتب والموبايلات والتليفونات، هو نزل وشارك في عمليات الاطفاء، وراى اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيليه، وفضل في الموقع لغايه ما انتهوا خالص من اطفاء الحريق يمكن في الساعات الاولى من صباح اليوم، والحمد لله ما حصلش عنه اي اصابات او وفيات. انا بقول الخبر لانه كمان هقول لحضراتكم بقى انه زاد احترامنا انه تواصلنا مع سياده المحافظ اللواء حمدي عثمان قبل الهوا مباشره، وطلبنا منه ان احنا يكون في مداخله على الهوا زي ما بنعمل في البرامج. والحقيقه ان هو اعتذر وقال انا مش شايف ان انا عملت حاجه يعني كبيره، انا شايف ان ده دوري وده واجبي، فما كانش ينفع افضل قاعد في المكتب واتابع الحريقه، انا نزلت بنفسي وده طبيعي. وقال لزمايلي كمان حتى انا كنت في المدرعات، فيعني انا اتعلمت ازاي ننزل وندافع ونعمل يعني بالامانه احترمناه جدا الصراحه. يعني انه يعني عاده الناس كتيره تحب يبقى في سبوت عليها في الحته دي ومداخله وصوره وكده، هو اعتذر بمنتهى يعني الاخلاق، سمو الاخلاق، وقال ده دوري انا ما عملتش حاجه زياده. ف يعني تحيه ليه، تحيه لمعالي محافظ الاسماعيليه اللواء حمدي عثمان.